يلا نبتدي. ماشي مستعدة؟ مستعدة. أوكي. كل حاجة بتتسجل. أوكي؟ يلا. ده يا مدير. اسمك إيه؟ اسمي أنا. برافو. عندك كم سنة؟ 6 سنين. أوكي. إيه أكتر أكلة بتحبيها يا هنا؟ أكتر أكلة الجزر مفيد، وبحب الفريخ. أنت بتحبي الجزر؟ أيوة بحب الجزر. متأكدة؟ أيوة. أنت بتحبي طعمه غير مواضيع الإنشا اللي بتحكيها لي. أنت بتحبي يعني طعمه؟ يعني اللي أنا بحبه بجد، يعني ما بحبش الرز قوي، بس أنا بحب اللي هي اللي بحب البانيه. البانيه، يعني البانيه ولا الجزر؟ لا البانيه، بس الجزر ده باكله مبشور. مين أكتر حد صاحبك في المدرسة وبتحبيه؟ أكتر حد، بس أنا مش عارفة أسميهم، والله مش عارفة أسميهم. أكيد عارفة. هو بيقول غلط، أنا مش عارفة. ما بيقولش غلط، أوعي تقولي كده على الجهاز. وبعدين إزاي مش عارفة أسامي زمايلك يعني؟ هم أصلا ما قالوليش. ما قالولكيش أساميهم؟ أمال بتتعاملوا ببعض بإيه؟ بالبسبسة؟ أيوة بنقعد نلعب مع بعض أيوة. وأنتوا بتلعبوا بقى؟ بتلعبوا إيه مثلا؟ لا إحنا ما بنلعبش بحاجات، إحنا إيه هي إيه هي كلمة ورقة تقطعها لي ورسمت بنت جميلة. إيه أكتر سر مخبيه على مامتك؟ أنا أكتر سل سل سر إن إيه إن مصطفى بي إيه بينط من على سلم السرير من غير ما ماما تشوف. هو السرير فيه سلم؟ ايوه في السرير. سرير بدورين؟ اه دور تحت ودور فوق. انت بتنامي على انهي دور؟ يعني انا بنام في اللي فوق. ومصطفى؟ مصطفى بينام في اللي تحت. امال ايه اللي بيطلعه فوق عشان ينط؟ لا هو بيقف على سلم ونط. اه في النص يعني. اه انا ماليش دعوه. طب السر اللي يخصك انت بقى ايه هو؟ السر انا مش عارفه اي سر. سر تاني. سر ليه علاقه بمطعم؟ اه لما اكبر انا وفريده هنعمل مطعم. قلنا كده بنقول كده لبعض، وفريده وايده مجوعه عندنا النهارده. انت بتحبي تغني؟ ايوه. ايه اكتر اغنيه بتحبي تغنيها؟ كاني مكان كم كم يوم فات. ايوه كده خشي عليا طر القعده. تركيبه من كل الكيان دي اغنيه في اللانش. اه غنيها لي. ناس اتلمت سوا في مكان، وتفرغ بقى كده على الحوارات، واللي ألف وما بيخربش، واللي عينيه بتطق إشارات، واللي جميلة قوي وما تلزمش، واللي مخبي وراه أسرار، واللي معايا كراتين فلوس، واللي ذكية ذكي طبار، واللي دماغها دي في اللاند عليا كام في دماغها وراه. وفي بحث وأخصف أخص اخص على الحظ واخص خط ودب، وفي ثانية التيانة نزلت نصين، هيا شو بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين، في جزيرة ما فيهاش صريخ من يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين، وحتى هيعرفوا ما فيش. خلاص خلاص الجهاز اتضايق. خلاص خلاص تمام. انت ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ اكتر حاجه بخاف منها الضلمه. بخاف منها. بتخافي من الضلمه؟ ايوه. يلا ضلموا الدنيا بسرعه. بتخافي من الضلمه ليه؟ بخاف من الضلمه عشان الضلمه ايه ما بشوفش حد، وخايفه ان حاجه تطلع لي. حاجه زي ايه؟ حاجه زي اسد، حاجه زي زي صرصار، زي كده. بتشوفي نفسك ازاي في المراية؟ تشوفي نفسك حلوة ولا وحشة؟ بشوف نفسي ساعات شعر منكوش، وبشوف نفسي ساعات، بس لما ببص في المراية بعد شعر بقعد احط ايدي عليه. فلما بتعدلي شعرك بقى بتشوفي نفسك حلوة؟ بحب احطه على جنب كده. مين اللي عاملك القصة الجميلة؟ ماما. وعجباكي ولا لا؟ مش عاجباني. يعني ندمانة ان مامتك قصتها لك؟ انا قصتها لي عشان ما تبقاش نفسها قوي عليا. طب قولي لماما في الكاميرا دي ما تقصليش القصة تاني يا ماما. ما تقصليش القصة تاني يا ماما.
قوليلي انا عايزه قولي لها انا عايزه ارفعها كده على طول. انا عايزه ارفعها كده على طول. ماشي، بتشوفي نفسك بقى من غير القصه وشكلك كلك على بعضك، حلوه ولا وحشه؟ حلوه. انا بقى انت يعني حلوه ولا وحشه؟ انت جميله. والله جميله، شعرك حلو وبنوله ولابسه طاقيه ظابط جميله وفيها دوريه بتلمع. فيها دوريه ايه؟ بتلمع عامله زي الجنيه كده. زي الجنيه؟ واضح انك بتعملي في محلات الدهب كتير. ببيع واشتري كتير. برافو عليك. يلا اقلعي الجهاز واخرجي اجري. اروح فين؟ يلا اقلعي الجهاز واجري قبل ما يغضب عليك. بسرعة ليه؟ بسرعة.